ظاهرة تفشت في الآونة الأخيرة، ألا وهي شراء البحوث التي يكلف الأستاذ طلابه بها والاستعانة بالآخرين لكتابتها بدلا منهم. هذا الأمر أخذ أبعادا أخرى أثرت بشكل سلبي كبير على مستوى التعليم الجامعي، تمثل في ضعف الناتج التعليمي، كما أنها أثقلت كاهل أولياء أمور الطلاب في استبحال هذه الظاهرة التي تعد أحد أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية الجامعية في العراق مؤخرا. تشتري البحث جاهز، هذا الشيء خطأ، مو بس خطأ وإنما من الأشياء الغلط اللي مستقبل راح تفشل عندك مشاريع، راح تخليك ما تحتك ويا الحياة العملية إلا بعد ما تقع وين؟ بعد ما تقع في الموقع. لازم تفتهم أنت اللي جاي تنزله شنو، يعني أصلا هذا مشروعك اللي جاي تشتغله شنو حتى هذا تنزل من عنده، يعني مو كوي بيست مجرد وخليته، لا، أكو في التفاصيل ما مفترض تخليها لأنه مو من ضمن مشروعك. هي موجودة هيك حالات، يعني موجودة مرات، يعني أنت مثلا ابسط شيء تقرير يجي طالب ينقله من عندك هو ياخذ درجه وانت ما تاخذ درجه، يعني ممكن يصير هالشغلات. الطالب الجامعي يتحمل ترسيخ هذا الامر باسباب منها نظرته القاصره بالحصول فقط على الشهاده لتكون وسيله للحصول على الوظيفه، لذا بمفهوم يحق له استخدام كل الوسائل لتحقيق ذلك. موضوع اكو هو كما شاع يسموه الاستلال، اللي هو شنو؟ اخذ جهود الاخرين، يعني نسخ او اعتماد على الاخرين. هنا تبقى تعتمد على طبيعه الاستاذ، اذا يقدر هو، احنا حسب خبرتنا تقدر انه تميز هذا الطالب مستنسخ، وراح يجيك اكثر من طالب نفس الموضوع. احنا ما ننصح هذا الشيء، حتى مجال البحث جاي يروح مثلا المصدر كامل يستخدم فصل كامل هم يستنسخه وينزله، هنا ايش راح يصير؟ راح الطالب يعتمد بس على الكتب، وجاي تصدف انه مرات ينزل فد معلومات هو اصلا ما فاهمها وبعيده عن البحث، انه بس يريد يسد الكلمات. أساتذة جامعيون لهم حصة في تقرير ذلك إذا لم يتمتعوا بالمهنية في التعامل مع البحوث المقدمة لهم ولا يجعلونها تخضع للقراءة الناجحة، وقد يغلب جانب العطف من قبله على الطالب كونه في أيامه الدراسية الأخيرة وعدم جعل درجة البحث العلمي تقف حجر عثرة أمام تخرجه بحسب حديث الأساتذة. درسنا هذه الحالة وراعينا أنه تكون أغلب المشاريع البحثية أو مشاريع التخرج تكون عملية أو تطبيقية أو يعني بها كيس ستادي، يعني لازم الطالب هو يتعب هو يجيب المعلومة، وبالتالي راح نمنع هاي الحالة اللي هي يعني كوبي بيست من مصادر موجودة بالإنترنت أو من مصادر موجودة بالمكتبة. وفي استبحال هذه الظاهرة فإن النتائج المتوقعة تخرج جيلا جامعيا يفتقر إلى العديد من المهارات المفصلية المتمثلة في استخدام وسائل التقنية في البحث عن المعلومات ومهارة القراءة وحسن اختيار المادة العلمية. من الديوانية محمد المختار، قناة سامراء.